يعني كأنه حكومة بنت مصرة على افتعال مواجهة على حتى مع غزة عسكريا من خلال مواصلة الاستفزازات، مواصلة الاعتداءات، مواصلة الاقتحامات. هل بالفعل تسعى حكومة بنت إلى مواجهة شاملة، إلى مواجهة حتى مع قطاع غزة في هذه المرحلة؟ المسألة ليست حكومة بنت، المسألة بنت شخصيا. بنت شخصيا هو طبعا رئيس الحكومة، وما يصرف به طبعا يأتي في سياق القرار الحكومي. هناك طبعا أغلبية يمينية موجودة في داخل الحكومة، وجزء كبير حتى من الوسط يتماهى من الوسط وحتى اليسار يتماهى مع الموقف اليميني في كثير من القضايا، بالرغم من أن مثلا بعض الأحزاب ترفض بشكل واضح أن الصعود اليهود بحسب الفتاوى الدينية الموجودة لدى الحاقمية دولة منذ عام 1967 بتحريم الصعود إلى الجبل، لكن الحركة الصهيونية الدينية ترى أن هذا الصعود هو صعود واجب من أجل تهيئة لحضور المسيح المخلص. وبالتالي هناك تفسيرات الآن الحكومات الحالية تخضع للتفسير الحركة الصهيونية الدينية ولا تخضع لمطالب الحركة الأرثوذكسية أو الحريديم الذين هم طبعا يخالفون هذا التوجه من الناحية العملية. وهذا التوجه الذي يعني الآن رئيس الوزراء نفتلي بنت يسعى في تقدير الشخصي، أنا نفتلي بنت يدرك أنه لم يرضى اليمين بكل ما يفعل، وهو يريد أن يثبت أنه أكثر يمينية من الآخرين، ولذلك أخشى أن يقدم على خطوة خطيرة جدا في الموضوع المسجد الأقصى. وأعتقد أنه حتى إزاء المسجد الإبراهيمي دكتور مأمون، هناك عملية إغلاق وعدوان آخر. نعم، خلينا في المسجد الأقصى. المسجد الإبراهيمي يعني انتهى أمره، يعني للأسف الشديد أقول لا انتهى أمره، يعني أنه يعني قرارات تم اتخاذها وتم اتخاذها وتنفذ. يعني الخشية الآن من أن يصار إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وأن يكون بنت هو صاحب هذا القرار.